بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بالطلاب المرحلة الثالثة في موضوع الـ Engineering Analysis اللي يخص الـ Numerical Method. الجزء الثاني او النظرية الثانية اخذنا الـ Bicarts Method، شرحناها الـ Bicarts Method، وقلنا بأنه الـ Bicarts هي طريقة لحل الـ First Order Differential Equation، حيث ان اذا دي واي اوفر دي اكس يمثل لك المشتقه الاولى للثالث، او لك اف اوف اكس واي، وعندنا الواي اوف اكس نوت يساوي لنا الواي اوف نوت. هاي يعطيك اياها الانيشال كونديشن طلاب، يعطيك اياها بالسؤال. اذا وسطين في طرفين راح يصير دي واي تساوي لنا اف اوف اكس واي دي اكس. ناخذ تكامل الطرفين، اذا تكامل من واي نوت اللي هو واي نوت يعطيناها بالسؤال، من واي نوت الى واي لاي قيمه لواي دي واي راح يساوي لنا تكامل المن، احنا راح يكون دي اكس الاكس من اكس نوت الى اكس، الاكس نوت معطيناها ايضا بالسؤال، وبالنتيجه فتكامل الدي واي هو واي، نعوض من واي الى واي نوت يحصل واي ناقصا واي نوت. اذا تكامل هذا الجزء الايسر راح يساوي لنا واي ناقصا واي نوت. طيب تكامل الجزء الايمن يبقى مثل ما هو. ليش؟ لان قيمه الاكس انها غير معلومة، واحنا لازم نجد قيمة هذا التكامل. طيب نستمر مثل ما تطرقنا سابقا بانه الواي نوت نحولها لها الطرف، اذا حصلنا على جنرال حصلنا على ايكويشن بان الواي يساوي لنا واي نوت تكامل من اكس نوت الى اكس اف اوف اكس واي دي اكس. هذا له قيمة لواي، اذا اعتبرنا بانه الفيرست ابروكسيميشن اول تقريب هو فيرست ابروكسيميشن هو واي 1، اذا هنا راح نعوض واي 1 يساوي لنا واي نوت تكامل، يبقى هذا كله نفسه اف اوف اكس واي نوت، هنا راح يكون واي نوت. واضح؟ منين نجيب الواي نوت؟ نعطيك اياها الانيشال كونديشن. اذا اريد اكتب جنرال ايكويشن اوف ذا باي كارتس ميثود، واي سب ان يساوي لنا واي نوت، شوف واي نوت يبقى تكامل يبقى نفسه من اكس نوت الى اكس اف اوف اكس، بس هنا الواي شو يصير؟ واي سب ان ماينس 1، يعني اقل من هذا بشكل واحد، اذا كان هذا واحد هذا صفر، اذا كان هذا 2 يصير واي 1. واضح؟ وذكرنا ايضا بانه الباي كاردز هي لازم تكون لتكامل محدد حتى نقدر نحسب قيمه واي. هاي الملاحظه ذكرناها سابقا. طيب راح ناخذ في المثال طلاب using the Bicarts method solve the initial value problem، نعطينا ال differential equation، نعطينا ال initial condition y of 0 يساوي لنا 1، نتذكر بان هذا شنو معناه الصفر، ما معناه هذا x نوت، وش يعني لنا هذا الواحد، يعني معناه y نوت up to 3 approximation. كم approximation يريد هنا عندنا؟ ثلاث approximationات، يعني y1 ما معناه طلاب هذا شنو؟ y1 y2 y3، اذا ثلاث ابروكسيميشنات. اوكي، منطينا هاي ال dy over dx، ما معنى ال x زائد y هو شو يمثل لنا؟ ال f of x، مثل ما طرقنا سابقا هذا هو يمثل لك شيء، كل شيء على جهه اليمين يمثل لك ال f of x y. اذا ال f of x y راح تساوي لنا x زائد y، عندنا ال x نوت يساوي لنا صفر، والواي نوت يساوي لنا واحد. نيجي نطبق القانون، احنا نريد الفيرست ابروكسيميشن هسه، لانه نحسب ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. الواحد واي اوف واي صب 1، واي صب 1 يساوي لنا واي نوت تكامل من اكس نوت الى اكس اف اوف اكس واي نوت دي اكس. اوكي؟ طيب هذا هو الجنرال expression of the Bicarts method of approximation. The first approximation y1 حيكون بالشكل هذا. طيب ويساوي لنا نعوض مكان ال f of x y نوت، ايش راح يصير؟ هي f of x تساوي لك x زائد y، اذا قلنا y نوت اذا هذا راح يكون y نوت، هذا y نوت، اذا هذا راح يكون هنا y نوت dx. طيب هسه نجي نعوض، عندنا الاكس نوت يساوي لنا صفر، واي واي نوت ايضا يساوي لنا واحد، اذا هذا واحد، الاكس نوت نعوض من صفر الى اكس، المن نعوض مكان الواي نوت ايش قد؟ بواحد، اذا اكس زائد واحد دي اكس، نحاول نكامل هذا،
تكامل من صفر الى اكس للاكس زائد واحد دي اكس. هذا ايش راح يساوي لنا؟ هذا الواحد هو موجود، ندخل الدي اكس على الاكس، والدي اكس ايضا يصير تكامل من صفر الى اكس، اكس دي اكس زائد تكامل من صفر الى اكس للدي اكس. تكامل الاكس راح يساوي اكس تربيع على 2 يعني نصف اكس، زائد تكامل الدي اكس اكس، وهذا التكامل ال 100 راح يكون من صفر الى اكس. نجي نعوض الاكس، فشو يصير؟ 1 زائد اكس تربيع على 2 زائد اكس، نعوض الصفر شو يصير؟ 1 زائد هذا صفر هذا صفر، اذا بس فقط يكون 1. 1 زائد اذا 1 زائد اكس زائد اكس تربيع على 2. لما نعوض هنا صفر راح يكون هذا صفر، انا معوض اكس راح يصير اكس تربيع على 2 زائد اكس. اذا واي 1 يعطى بهاي المعادله. اوكي؟ اذا واي 1 يساوي لنا 1 بلس اكس زائد اكس تربيع على 2. نجي الحاله الثانيه، هسه ايش قد عندنا الواي 2؟ الواي 2 معناه هنا راح يكون واي نوت تكامل من اكس نوت الى اكس، اف اوف اكس نعوض مكان الواي بايش؟ بالواي 1. واي 1 اذا نجي المعادله مالتي معوضه مكان كل واي بايش؟ بواي 1، اذا اكس زائد واي 1، اذا راح نشوف اكس زائد واي 1. حاضر؟ نجي الواي 1 هي ايش قد؟ هاي المعادله كلها لازم اجيبها الواي 1، اذا اجيب الواي 1 هنا اكس زائد نصف اكس تربيع. هسه راح اسوي له تكامل، طبعا الواي نوت طلاب هو الباقي ثابت واحد، والاكس نوت مثل ما قلنا هي صفر الى اكس. هسه اجي اكامل هذا. تكامل الاكس راح يمثل لنا اكس تربيع على 2 اوكي، زائد تكامل الدي اكس هنا راح يكون اكس، زائد تكامل الاكس تربيع راح يصير الاكس راح يكون اكس تربيع على 2، وهنا تكامل راح يصير اكس تكعيب، وهو هنا ناقص راح يصير اكس تربيع اكس تكعيب على 6. ايش 2 هنا مقسوم على 3 يصير 2 في 3 يصير 6. بالنتيجه طلاب النتيجه راح تكون الواي 2 راح تساوي لنا هذه القيمه 1 بلس اكس زائد اكس تربيع زائد اكس تكعيب على 6. هاي هي الواي 2. هاي هو السكند ابروكسيميشن. الثيرد ابروكسيميشن هو معناه الواي هنا راح يصير 3، ومعناها ايش قد راح يصير؟ 2. واي 3 y نوت تكامل من x نوت الى x f of x y2 dx يساوي لنا 1 plus تكامل من صفر الى x. هسه نجي على ال y2 ال x زائد ال y2 طبعا هاي f of هاي f ناطلها بنصير هنا العفو اكس قلنا القانون راح يكون اف اوف اكس اكس واي 2 اللي هو شنو؟ اكس زائد واي 2 اكس زائد واي 2 دي اكس. طيب واي 2 هو ايش قد يساوي لنا هذا القيمه هي واي 2؟ نجي نحول نقول 1 زائد صفر تكامل اكس زائد واي 2، واي 2 هو هذا هو واي 2. اجي الان اكملها هاي تكامل هذا تكامل الاكس هو واضح اكس تربيع على 2، تكامل الواحد هو اكس، تكامل الاكس ايضا اكس تربيع على 2، تكامل الاكس تربيع هو اكس تكعيب على 3، وهذا تكامل الاكس تكعيب هو اكس بس 4 على قسم على 4 صار على 24. النتيجة الواي 3 راح يساوي لنا 1 زائد اكس زائد اكس تربيع زائد ثلث اكس تكعيب زائد اكس تو ذا باور 4 على 24. هنا نكتفي لانه المطلوب من عندنا السؤال مطلوب من عندك اب تو 3 ابروكسيميشن، 3 ابروكسيميشن. لو انطانا قال لنا فرضا قال رايد قيمه الاكس قيمه الواي عندما اكس يساوي لك مثلا 0.1 اوكي، ممكن شنو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا يعني شوف لو شوف الحدود الأولى 1 2 3 كلها مشابهة، الفرق هنا راح تكون بالبوينتات طلاب بالأكيورسي. يعني ممكن تستخدم هذا ممكن تستخدم هذا، بس هذا يعطيك أكيورسي أكثر، يعني بعد الفارز راح يعطيك ديجيتس أرقام أكثر من هذا. فأيا كان
تقدر تستخدم واي 2 او تستخدم واي 3 حسب الديجيت المطلوب من عندك. واذا ما مطلوب من عندك ممكن تستخدم هذا هو كواي او تستخدم هذا للدقة اكثر، راح تستخدم الواي 3. واضح؟ طيب راح نعزز هذا بمثال اخر using by cards method obtain the solution of dy over dx يساوي لنا x، افتح قوس، 1 زائد x تكعيب y عندما يكون y of 0 يساوي لنا 3 at يقول لك x ايش قد يساوي لك 0.1، x يساوي لك 0.1. ما معناه يريد قيمة ال y عندما تكون ال x ايش قد 0.1. طيب احنا منطينا هنا طلاب ال x ايش قد قيمة ال x نص صفر، ايش قد قيمة ال y نص صفر 3 عفوا، وهاي الدالة منطينا اياها اللي هي f of x. اذا f of x راح يساوي x مضروبة في 1 زائد x تكعيب في y. اذا هاي هي معطيات السؤال، ويريد ايش قد قيمة ال y عندما تكون ال x يساوي لنا 0.1. نسوي ال first approximation. first approximation هو عن y1 يساوي لنا y0 التكامل من x0 الى ال x f of x y0 dx. هاي اذا ال y ايش قد راح اصير هنا، اصير y0 نعوضه مكانها وتبقى نفسها dx. نجي نكامل هذا الجزء بالنسبة لنا لأي قيمة لـ x. طيب فالتكامل مالت هذا ايش راح يكون؟ ال y نوت ايش قد قيمته؟ 3، فقط تضرب 3 في x تكعيب يصير 3 x تكعيب. هسه نقدر نكامل هذا نضربه في هذا مثل ما نكاملها، هذا نضربه في هذا مثل ما نكامله. لما هذا نضربه في 1 dx يعني التكامل مالته x تربيع على 2، ولما هذا نضربه في هذا يعني كانه 3 x اس 4. ايش قد التكامل؟ اكس اس 4 يعني ضيف الاس 1 5 نقسم على الاس الجديد يعني 3 اكس اس 5 على 5. اذا الواي 1 اللي هو يمثل لك الفيرست ابروكسيميشن راح يساوي لنا 3 زائد اكس تربيع على 2 زائد 3 اكس 5 على 5. طيب الـ second approximation هو ايش راح يكون القانون؟ y2 يساوي لنا y0 plus x0 2x f of x y1 dx. الـ y1 هو هذا طلاب القيمة المعادلة مالته. إذا نجي نعوض مكان الدالة مكان الـ y0 هنا شو يصير y1؟ ايش يصير؟ x 1 زائد x تكعيب y1 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 ايش قد راح يكون ال y1؟ y1 هي 3 زائد x تربيع على 2 زائد 3 x 5 على 5. طيب بعد ذلك نحاول بان الطلاب نضرب x في 1، x مو التكامل مالته x تربيع على 2 x في x تكعيب x اس 4 نضربه في 3 3 x اس 4 كاملة يعني 3 x اس 5 على 5 3 x اس 5 على 5. طيب هنا عندي x اس 4 تضربه في x تربيع يصير x اس 6 كاملة x اس 7 على 14 لأنه يعني على 7 7 في 2 14 فيصير x اس 7 على 14. طيب x اس 4 تضربه في x اس 5 يصير x اس 9 كاملة يصير x اس 10 نقسم على 10 يصير 50 على 3 في x اس 10 على 50. إذا هذا هو ال y 2. أوكي؟ طيب هسه أني عندي ال y 1 تقريبا 3 حدود، ال y 2 5 حدود. الفرق هو طلاب راح يكون فقط في الاكيورسي، يعني هذا ال y 1 شوفه أول ثلاث حدود هي نفسها الموجودة أنا بأول ثلاث حدود. إذا البقية إيش راح تعطيك زيادة الحدود؟ يعني ما معناه زيادة بالأكيورسي، يعني كل ما تريد أكيورسي أعلى كل ما زيد عدد الحدود. إحنا نريد بأنه
يعني يوفينا بالعدد الحد الأدنى. ممكن تستخدم الواي واي 1 أو تستخدمه واي 2، أي واحد مو في المشكلة، أي واحد واضح. الواي 1 أو الواي 2 ثلاث حدود فما فوق تقدر تستخدم الواي 1. يعني احنا نريد أكيورسي أعلى من ثلاث ديجيت، فراح نستخدم شنو؟ شك واحد واي أكثر من ثلاث حدود راح نستخدمه. ممكن تستخدم هذا، ممكن تستخدم هذا. إذا راح أستخدم هذا، راح اعوض مكان الاكس بيش. اذا الواي مالتي هو عباره عن 3 زائد اكس تربيع على 2 زائد 3 اكس اس 5 على 5. طيب المطلوب بالسؤال هو ايش قد قيمه الواي عندما اكس يساوي لك 0.1. هسه راح اجي اعوض مكان كل اكس ب 0.1، يعني هذا راح يصير 0.1 تربيع على 2 زائد 3.1 اس 5 على 5. النتيجة ايش راح تساوي لك؟ 3. شوف 3 هو الجزء الثابت، اللي بعده كلها ديجيت، كلها ديجيت ارقام بعد الفارزة. كل ما زاد هذا كل ما يزيد الارقام بعد الفارزة، حتى الدقة شوية تكون اكثر بوجود عدد اكبر من الترم، لكن هذا يغطي لك الحاجة طلاب، يغطي ويلبي الحاجة. 3.005005 نشوف بانه الانيشال مالتنا بدينا بثلاثه، الدقه مالتي تحولت الى 3.0505. 3 منين جتي؟ هي الانيشال مالتي عند بديت من 3، انتهيت بايش؟ ب 3.005. منين جت 3.05؟ عندما زحفت باكس ايش قد مقداره؟ 0.1. انتبه عليه، زحفت 0.1 طلعت عند ال 0.1 ايش قد الواي؟ شوف قد الفرق بيناتهم، زحفت فرق كلش قليل 0.1 يعني 10%. شوف الواي الجديده، هاي الواي القديمه، الواي الاكس القديم هو صفر عليه، ايش قد سوى لي نقطه واي 3. هسه الاكس الجديد ايش قد زحفت؟ مقدار 0.1 عن الصفر، يعني الستيب سايز مالته تقريبا 0.1، واضح. شوف ايش قد الواي الجديد، الواي الجديد هو نفسه 3 بس شويه نتيجه الزحف مالتي ولت لي هذا الفراكشن 3.0501. اوكي طلاب، الان راح ناخذ في المثال اخر على طريقه حساب الابروكسيميشن باستخدام الباي كاردز ميثود. يوزنج ذا باي كاردز ميثود سولف ذا انيشال فاليو بروبلم دي واي اوفر دي اكس يساوي لنا اكس واي، حيث ان الواي اوف 1 يساوي لنا 2 اب تو 3 ابروكسيميشن. اذا المطلوب هنا عندنا كم ابروكسيميشن؟ 3 ابروكسيميشن، يعني ما معناه واي 1 واي 2 واي 3، اذا 3 ابروكسيميشن. طيب من هالمعادله هاي نستخرج بالبدايه من عندها الاف اوف اكس واي، اللي هي ايش قد راح تساوي لنا الاف اوف اكس واي؟ هو اكس واي، يعني الطرف الايمن يمثل لك الاف اوف اكس واي. طيب اذا f of x y تساوي لنا x y. طيب ال y نوت راح يساوي لنا 2، ال x نوت ايش قد راح يساوي لنا؟ 1. طيب ال first approximation طلاب ال y راح يساوي لنا y نوت زائد تكامل من x نوت الى x f of x y نوت dx. طيب نعوض مكان الواي نوت بايش؟ بالاف اوف اكس، ومكان كل واي بايش هسه بهالمعادله؟ بالواي نوت. الواي نوت ايش قد قيمته؟ 2، فمعنى 2 اكس راح يصير. اذا هاي المعادله او هذا التيرم راح يكافئ لنا 2 اكس دي اكس. اذا واي 1 راح يساوي لنا 2 زائد، نكامل هذا طلاب، انتبه عليه على التكامل، تكامل ال 2 خارج، فتكامل اكس تربيع على 2، تكامل الاكس هو اكس تربيع على 2، ف 2 ويا 2 تختصر، فيبقى لنا اكس تربيع. منين التكامل مالته؟ حدود التكامل مالته من الواحد الى الاكس. اذا التكامل مالته من الواحد الى الاكس يعني الاكس تربيع. نعوض اكس تربيع الاكس بالاكس تربيع، صرنا اكس تربيع. ناقصا نعوض بايش هسه؟ بالاكس بالواحد ناقصا واحد. إذا النتيجة ايش راح يصير؟ اكس، هذا النتيجة مالته هو اكس تربيع ناقص واحد، إذا 2 ناقصا واحد يصير واحد. أوكي طلاب؟ يساوي لنا واحد، زائد
اكس سالب، اذا هذا هو الواي 1. حتى تشيك طلاب النتيجه عوض، يعني انا عندي انيشال ايش قد عندي، عندما الاكس يساوي لك 1 لازم ايش قد الواي 2، اجي اعوض الاكس 1 1 تربيع 1 زائد 1 2، اذا حققت هاي المعادله. اذا الحل مالتي صحيح، اذا استمر بالحل. انتقل الى السكند ابروكسيميشن اللي هو واي 2 يساوي لنا واي نوت زائد الاكس نوت الى اكس اف اوف اكس واي 1، اقل من هذا بواحد، واي 1 دي اكس اف اوف اكس واي 1، يعني معناها هنا راح يصير اكس واي 1. اذا ايش راح يصير مع اكس واي 1؟ اذا هذا التيرم ممكن استبدله بايش؟ باكس واي 1. الواي 1 منين اجيبه اني؟ من المعادله هاي، هذه قيمه الواي 1 اللي هو 1 زائد اكس تربيع. اذا الواي 2 هذا هو واي 2، راح يساوي لنا 2 زائد تكامل من 1 الى اكس في اكس، افتح قوس، 1 زائد اكس تربيع دي اكس، ويساوي لنا تبع عليه شوي هنا بالتكاملات. هذا التكامل ما تشرح يكون هذا الاكس ينضرب في 1 راح يصير اكس، تكامل ما راح يصير اكس تربيع على 2 زائد هذا ينضرب اكس في اكس، اكس تكعيب، تكامل ما راح يصير اكس تكعيب على ايش قد؟ على 3، العفو اكس تكعيب، تكامل ما تصير اكس اس 4 على 4، اكس اس 4 على 4. طيب حدود التكامل مين راح تكون؟ من 1 الى اكس، اعوض المكان، اعوض اكس، ايش راح يصير؟ اكس تربيع على 2 زائد اكس اس 4 على 4 ناقصا، انتبه عليه، نصف ناقصا ربع، يعني ما معناه ناقص ايش قد؟ ناقص 3 ارباع. منين جت هاي الناقص؟ منين؟ لان اعوض الجزء الاخر اللي هو 1، فمعناه راح يصير ناقص 3 ارباع. 2 ناقص 3 على 4، وكأنما انت تقول 8، العفو اي نعم، 8 على 4 ناقصا 3 على 4 يصير 5 على 4، 5 على 4. واضح طلاب؟ اذا النتيجه الواي 2 راح يساوي لنا 5 على 4 زائد اكس اس 4 اكس تربيع على 2 زائد اكس اس 4 على 2. طيب حتى تحقق من الحل مالتي صحيح لو خطا، ايضا اعوض هذا الكونديشن، لازم يتحقق عندما اكس يساوي لك 1 لازم واي ايش قد يساوي 2، اجي اعوض هنا. فالاكس هو 1 سيصير نصف 1 تربيع هو 1 على 2 نصف، زائدا الاكس اس 4 هو ايضا 1 اس 4 يعني 1 على ربع. اوكي؟ زي ما معناه هنا عندي نصف زائدا ربع، ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع زائد خمسة على أربعة، يعني كأنما ثمانية على أربعة، ثمانية على أربعة معناها 2، النتيجة راح تكون 2. إذا عوضت إكس نوت 1 النتيجة نفسها باقي 2، إذا الحل مالتي صحيح. أستمر بالحل الثاني، رجاءً هذا عملية حتى تشيك بأن الحل مالتي صح أو الحل مالتي خطأ. طيب الـ third approximation راح نشوف ان الواي 3 راح يساوي لنا واي نوت زائد الاكس نوت الى اكس الى اكس تكامل اف اوف اكس واي 2، اذا نعوض عن اف اوف اكس بايش؟ بيكون هيكون بواي 2. اذا هذا الحد الواي 3 يستعيض عنه بايش؟ بالاكس واي 2، الاكس واي 2 هذا هو الواي 2 طلاب، هذا قيمه الواي 2 عوض عنها هي. اذا عوضناها الواي 3 واي نوت هو معروف 2، الاكس نوت هو 1 تكامل الى اكس، في الاكس تحت قوس 5 على 4 زائد اكس تربيع على 2 زائد اكس اس 4 على 4 دي اكس. بالنتيجه طلاب راح نكون نحصل على هذا التكامل. واضح يمكن طريقه التكامل، تكاملات بسيطه طلاب ما فيها مشكله، لانه هذا مثلا اكس ينضرب في هذا الجزء يتربع، يعني ما نصير اكس تربيع على 2 يصير هاي 8، يعني 5 اكس تربيع على 8. وايضا عندي هذا ينضرب في هذا يصير اكس اكس تكعيب،
او معناه نكامله اكس اس 4 على 8 زائد هذا ايضا ينضرب فيه هذا يصير 5 نكامله يصير اكس اس 6 على 24. وين ثم بعدين نعوض بايش؟ نعوض بالتكامل هذا بايش؟ نعوض بالواحد ناقصا واحد، يعني 5 ناقصا 5 على 8 ناقصا 1 على 8 ناقص 1 على 24. تجمعهم ذولا كلهم بالناقص تطرحهم منين؟ من الاثنين. النتيجة ايش راح تكون عندك؟ راح تكون ايضا 29 على 24 زائد 5 اكس تربيع على 8 زائد اكس اس 4 على 8 زائد اكس اس 6 على 24. نفس الحالة طلاب، نحاول بانه نشيك الحل مالتنا حتى نتأكد انه الحل مالتنا صحيح. نجي نعوض نانا تبع عليه الاكس نوت، عندما تكون واحد لازم الواي وان الواي نوت 2. نجي نعوض ناش راح يصير عندنا 5 على 8 لما نعوض الاكس واحد، واحد تربيع واحد في 5 5 5 على 8 زائدة نعوض مكان الاكس واحد، واحد أس أربعة واحد على 8 إذا واحد على 4 واحد على 8 واحد على 8 زائد 5 على 8 ما معناه بيش على 6 على 8 نهاية الحدين 6 على 8 ناش راح يصير عندنا 1 على 24، يعني الاكس 1 1 اس 6 1، فالنتيجة راح يصير 1 على 24 زائد 29 على 24 يعني صار 30 على 24. عندنا 30 على 24 زائد 6 على 8، 6 على 8 يعني نقدر 6 على 8 نضرب فيه 4 ونقسم على 4، يعني ما معناه ايش قد 6 على 8 4 في 6 راح يكون ايش قد عندنا؟ العفو 6 4 في 6 يصير لنا 24، العفو في 3 نضرب في 3 ونقسم على 3، بس 6 على 8 نضربها في 3 6 يصير 18 على يمين على 24. هسه انا عندي 18 على 24 زائد 30 على 24 يصير 48 على 24، 48 على 24 راح يطلع لنا النتيجه مالتنا 2. اذا الحل مالتنا صحيح والله. واضح طلاب؟ تشيك ايضا تشيك الحاله. طيب ناخذ هوم ورك ونحاول الهوم ورك يعني نعطيكم فد هنت عليه. اف دي واي اوفر دي اكس يساوي لنا 1 بلس اكس واي اند الواي اوف 0 راح يساوي لنا ايش قد؟ 1. كالكوليت واي اوف 0.1 اند واي اوف 0.2 يوزنج باي كاردز ميثود. طيب للباي كاردز ميثود لازم شو استخرج في البدايه؟ استخرج الاف اوف اكس واي، الاف اوف اكس واي هو هذا 1 بلس اكس واي. رجاء اكد يعني ناكد على هذا المثال حتى تحلونه او الهوم ورك حتى تحلونه وتطلعون النتائج، النتائج مالتكم موجوده هنا. اذا اف اوف اكس واي راح يساوي 1 زائد اكس واي. طيب الاكس نوت هو يساوي لنا 0، الواي نوت راح يساوي لنا 1. طيب نسوي ابروكسيميشن، اذا فيرست ابروكسيميشن اللي هو ايش قد راح يكون هذا المعادله مالته؟ واي زائد واي نوت اكس نوت الى اكس اف اوف اكس نوت واي نوت اف اوف اكس واي نوت دي اكس. نعوض مكان الواي بايش؟ بالواي نوت بداله الاف اوف اكس، يعني مكان هذا الواي شو يصير؟ واي نوت. واي نوت ايش قد قيمته؟ 1، اذا يبقى لنا هنا 1 زائد اكس. اذا راح اكامل هاي الداله هنا حيصير عندي 1 زائد اكس، والواي نوت هو ايش قد؟ 1. اذا لما اكامل من 0 الى اكس 1 زائد اكس يعني معناه اكس زائد نصف اكس، يعني 1 زائد اكس زائد نصف اكس تربيع طبعا. اذا هذا الواي 1. الواي 1 بيه ثلاث حدود. اوكي. حتى تشيك بان الحل مالتي صحيح الواي 1 اجي اعوض بالانيشال. عندما يكون الاكس يساوي صفر لازم ايش قد الواي يكون؟ يكون واحد. فاجي اعوض الاكس يساوي صفر زائد هذا الحد راح يساوي صفر زائد
الواي لما ننطيه الاكس ايضا بعد الحد ننطيه صفر معنا ايضا صفر، اذا النتيجه تكون الواي واحد. اذا الحل الاول اولى first approximation مضبوط. طيب او تو ذا سكند ابروكسيميشن، سكند ابروكسيميشن نفس الشيء، هذا اطبق هاي المعادله بس هسه راح اعوض مكان الواي ليش بالواي 1، يعني هنا راح يصير واي 1، وايضا الواي 1 هو عندنا هاي المعادله واكاملها طلاب راح احصل على ان الواي 2 راح يساوي لنا 1 بلس اكس زائد اكس تربيع على 2 زائد اكس تكعب على 3 زائد اكس اس 4 على 8. طيب هم راح اتاكد من عندها لانه هذا الحل مالته صحيح لو خطا، اعوض المكان كل اكس بصفر لازم الواي ايش قد يساوي لنا 1، اذا 1 زائد صفر هذا الحد راح يصير صفر، هذا الحد ايضا راح يساوي لنا صفر، هذا الحد ايضا راح يساوي لنا صفر، هذا الحد يساوي صفر. اذا هاي المعادله تحقق لنا الانيشال كونديشن، ما معنى بهيج حاله الواي ايضا راح يساوي لنا 1. نستمر بالثيرد ابروكسيميشن، اذا الواي ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا هذا هو الترم للثيرد ابروكسيميشن. اوكي تتأكد من عنده، تعوض مكان كل اكس صفر صفر، هذا الحد صفر 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 صفر، الواي راح يساوي لنا 1. طيب ايهما راح يكون الواي يساوي الواي 3؟ انت انتبه عليه، هو راح يفرق لك عندك فقط بالاكيورسي، يعني بعدد الديجيت الموجوده بعد الفارزه. لو فرضنا بانه اخذنا هذا، لانه هذا ثلاث ارقام 3 ديجيت، ما هو مشكله كل ما تي او تقول لك انا يعني اتعود اخذ بانه اخر واحد هو راح يمثل هو الواي، راح يساوي لك الواي 3 مثلا، ال 3 ثيرد ابروكسيميشن راح يمثل لك الواي كيف خذ هذا. الفرق راح يكون فقط بالديجيت، يا اما هذا او هذا او هذا، ما عندك مشكله فيطلع لك النتيجه فقط. هنا راح يكون تغير بالارقام طلاب. اذا لنفرض بان الواي راح يساوي لنا واي 3، اذا اجي اعوض مكان كل اكس بايش؟ ب 0.1، هذا 0.1 هذا 0.1، وطلع النتيجه اذا الواي اوف 0.1 راح يساوي 0.1534. شوف شفت بسيط، شوف الواي الاكس كان صفر صار 0.1، ايش قد الواي كان 1 هسه ايش قد تحول الى 1.1053. انتبه علي هنا، يعني ماكو شيء مو شرط، يعني مو راسا تقول الواي مثلا بالضرب وبالقسمه صار عندك خطا، هنا تقول الواي راح يساوي لك مثلا 3 او 4، ماكو هيك قفزه، لانه انت الستيبل ماخذه كلش قليل 0.1. طيب اذا كان 0.2 ايضا اجي اعوض هنا 0.2 فراح اكون الواي 1.222. شوف قد الفرق بين هذا وبين هذا، او هذا قبله وهذا بعده بالبوينتات، واضح؟ فهو ما معقوله بانه تطلع لي 4 هنا، لا لازم اراجع نفسي، قليله جدا قليله راح تكون. اوكي طلاب، هاي حتى تشيك الحل. بنهايه هاي المحاضره طلاب، اتمنى لكم حسن الاستماع والاستفاده ان شاء الله. التقي بكم في محاضرات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.